غير كيفاش انت غادي باغي تغير شي حاجه وانت ما غيرتيش نفسك كيفاش تغيرها راه منا حنا غادي نبداو وهذا الشيء اللي كاين انا راه مازال عامر جريو علينا الا ما درنا والو ونتمناو الخير ان شاء الله نتمناو الخير الشعل علي من اجل التغيير الهلالي وكيل الاتحاد عصارة وعصارة عمالة سكارة اليوم على حفوة الاستقبال كنشكركم على حفوة الاستقبال اليوم حنا جينا ان شاء الله باذن الله في على الحزب ديالنا جاي بشعار تغيير الان حنا جينا باش واحد التغيير كاين مشاكل مطروحه عندكم مشاكل كبيره ديال الدور الصفيق حنا جينا اليوم ان شاء الله باذن الله باش نحاولوا نقضيو على هذه المشكله اللي راه مشكله كتعاني منها الدوار الشاحنه وبهذه المناسبه كنعطيو انطلاقه ديالنا الحمله ديال الاسره والمعاصره بالدوار الشاحنه والسلام عليكم ورحمه الله الاخوان اللي كانوا معنا اخ صبار الاخ كما قال الاخ السيد الهلالي اللي قالوا وجاء واحد المجموعه ديال الكلمات اللي وضح فيهم الرؤيه ديالهم مريم من سبا المنطقه هاد الشهر مازال عندنا 10 ديال الناس.
الله يخليك الله يحفظك. الى فيه الخير ربنا يعاونك. الى فيه الخير ان شاء الله يا الله يسلمك.